ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. نعمله فريستايل صغير؟ نعمله فريستايل صغير. اوكي بيطلب منك ها؟ اي اي بيطلب منك يا كوكي نعوذ هيلك صاحبي ما كتعرف. اوه كوكي يبدا اشتر فريستايل معايا ويكملوا معك انت من بعد. دونك هذا الجزء الاولاني. الجزء الاولاني، الحلقة الثانية عند كوكي. عند كوكي باهي اوكي. يعطيونا الفريستايل مروان بابلو على موزايكا فام. حاضرين احنا مراد، يلا توب كلمة عندك. صورني النار ما عدش نحلم اوه، قل لي ايش تسوى الحياة، كان ما نكونش طبيب مريضي انا وقتها ما فمش التوي. صورني النار ما عدش نحلم اوه، قل لي ايش تسوى الحياة، كان ما نكونش طبيب مريضي انا وقتها ما فمش التوي. قبل احكي انا بعرقي مخلص فاتورات، وشحال من واحد قال لي خويا ما طلع، وعلى مراد اللي اذوكم انا كل اخوات، حتى من نار تكويت وكي تحرقت وليت رميت. نصمر في البيع جبت روحي مش ماكني الخوف، خاطر نعرف ظروف وحتى الخو ما عادش يروف، فراسي كمين حروف وفي فقري قسمنا المصفوف، وعمرها اللي كانت مزيه كي فرحنا بالضيوف. في الخير نخير ناسي والمخير يطلع مش هو، انتي تكثر من الدوا وربي اللي يعطيني القوة. 25 سنة عمري جري قدامي طوى، مش فخرة القوة كل يدم ربي بتليه بحوى. موضوعي هو نهز لميرة ونعيش في جزيرة، امي تعرفني راجل وتعرف لي عيني كبيرة، اختي طق ولا الدنيا شحال صغيرة، جارك غلط اي مثال الشكر حسابي الشيرة. تصورني النار ما عادش نحلم اوه، قل لي ايش تسوى الحياة، كان ما نكونش طبيب مريضي انا وقتها ما فمش الدواء. فريستايل اي ليه وغنيتها معناتها غنيتها معناتها لا حد شيء، لا اوتو تيون لا حد شيء معناتها. هاني قلت لك شيح. برافو مروان، ان شاء الله سنين باش نعملوا حاجه بيه. ان شاء الله.